معلش بقى، انت مبسوط طبعا انك معانا النهارده، جمهور زمالك نفسي طبعا. بيسمعك والحمد لله في حاله فرحه، والحقيقه اعتقد انت شفت بعينيك جمهور الزمالك وعظمته وقيمته. لا لا طبعا. طبعا فاكر النهائي الكونفدراليه قدام نهضه البركان، شفت حتى جمهور الزمالك بره حدود مصر او في الدول العربيه كان الاستقبال عامل ازاي. كمان انت منضم حديثا ليك محمود بنتايج وكمان عمر فرج، كنت عايز اعرف كلامك بقى بالذات مع اللعيبه اللي ممكن منضمين حديثا المحترفين، كان كلامك معاهم ازاي، وانك يعني تخليهم يستوعبوا ويدركوا طبعا تيشيرت نادي الزمالك وانه ما يخافوش وما يهابوش. ده كلام اكيد خد جزء من الوقت منكم. طبعا طبعا، يعني اي لعيب جديد يعني هو اصلا يكون عارف اصلا هو جاي على ايه، فاهم؟ يعني مش موضوع سهل تلعب في نادي الزمالك، وبنتكلم مع محمود وبنتايج ومع فرج، لعيبه كويسه بصراحه، وشخصيات اهم حاجه، برافو عليك. شخصيات حلوه، دخلوا على طول في الجروب، يعني في المجموعه دخلوا على طول، وتحس فيه يعني انسجام كانهم يعني بيعرفونا من زمان. وكابتن الفرقه بصراحه عاملين شغل كبير، شيكابالا وعمر عبد الله سعيد وكله يعني عامل يعني شغل كبير، عشان يعني يحسوا نفسهم هم في العيله خلاص، مفيش يعني لعيب جديد ولعيب قديم، خلاص كلنا نفس المركب، وهو ده الكلام يعني اللي بيحصل. والله كانهم لعيبه يعني قدام معانا، بيضحكوا وبيهزروا، خلاص يعني دخلوا في الجو.